انا اللي جيت هو عليه وعرفتي الجمهور كون كان ودابا انا داك السكتش اللي كان عندي ديك الساعه ماشي ديال العيال الصغار ناري بعيد عليهم بعيد عرفتي بقيت كنشوف فيهم وانا ندور لقيت واحد الاورجانيست قلت ليه واش قال لي اه وانا نقول ليه اه ود عمي وقول لي سير سير اه ود عمي شبوا لي يا ود عمي اه ود عمي عرفتي شنو طيحت واحد 150 درهم غرامه مشا كنعطل على الدولي 400 واز واللي كان داير ليفينمون عطاتني 100 درهم واه وبخير عرفتي شنو غادي للدار ب 5000 ريال هيثم غادي ب 5000 ريال شوف هادي زوينه هادي قال لك ضروري كتبقى في دار الشباب زكريا العيال طالقين ولادهم كتعرف واش تضحك بنادم ولا تربي وحق الله كتبدا لاعب سكيتش وكتقول لي سير عند ماماك فين هي ماماك انت انت لاعب كتنعد الدراري ما والو على اي هيثم شكرا بزاف اخويا هاد السوايع كانت زوينه بزاف الله يلاقينا الله وفوت شي ديما تفوت شي حاجه ونتلاقاو ما عمرنا تلاقينا اه لا ان شاء الله غنتلاقاو الله هيثم لعلك تحياتي لك الله يحفظك تبارك الله عليك شهر مبارك ان شاء الله تفرعك بالصحه والسلامه علينا وعليك وعلى هاد الناس كاملين اللي كيتفرجوا وديما الله في مسيرتك الفنيه امين امين الله يحفظك سلم لي على الدار كاملين والوالد بالخصوص يوصل الوالد راه فان ديالك قولوا للناس راه كنتفكر واش قريبا ديما زعما ملي كنقول لمهدي كنقول ليه حيت مهدي كيصدق هو الشيء هذا اه عارف فين كيسكن مهدي وي وي عرفت 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 فين كاين عرفت الدرب شي قهوه الشهاب اه طلع كنقول لك شتي قهوه الشهاب دابا انا باغي نعاد لك قهوه الشهاب صافي كنت نعاد ليا في دارنا وديك طلعه كامله في الشارع الداخل تما فين كيسكن مات عاود لهم على البراد تفكرت البراد ديال هذوك اللي كيجيو كيتشاركوا في براد كيجيو ماتش ولا شي لعيب كيجيو 8 كياخذوا براد موين 8 دراهم وتيقول لك جر لي الكرسي من هنا وتيحطوا 9 دراهم ديال الزريعه كيخلي لك تما حتى تصب الزريعه وهانيه ما عندوش مشكل وقدر شوف والتخا كيبقى جالس على التخا وتيقول لك سخن لي هادي ويا لا لا ما لا ايتم وقهوه الشهاب الناس ديال سباته كاع اللي كيبغي يمشي لدونور وما في ما يمشي حتى لدونور يقطع التيك قهوه الشهاب هي اللي كانت معروفه كتبيع التيك ديال دونور لا رجال وبيدات ما بقاش حبسنا واحد بقاش داكشي انا كندوي على شحال هذا عرفتي راه ما يمكنش كلينا فيها خبيز كلينا خبيز مزيان مزيان سلمي على الوالد بزاف الله يحفظك انت تسلمي على الوالد بزاف والله يخليك العائله كامله امين الله يحفظك ان شاء الله في راسك شكرا تحيه كبيره للفنان الجميل والشاب الانيق هيثم مفتاح صديق ديالي وانا تنفتخر بان عندي صديق بحال هيثم مفتاح بسرعه باش نقول لكم الناس اللي باقيين معنا ان شاء الله عندنا موعد ان شاء الله غدا انطلاقا الساعه 10 الضيف ديال الحلقه ديال غدا هو الاعلامي والفنان والصديق العزيز جسري المراكشي غيكون معنا ان شاء الله غدا ابتداء من الساعه 10 وما تنساوش انه مباشره بعد هذا اللايف هذا غادي تكون الحلقه الخامسه ديال سلسله الحلقه الخامسه ديال سلسله النمره غلط غادي نحطوها ان شاء الله مباشره مورا هذا اللايف هذا كيف ما قلت لكم فان شاء الله غدا مع العشرة غادي يكون معنا يسري المراكشي دونك تسناونا من دابا شويه نتقلب على واحد السيد ما عرفتوش فينا هو بقات لنا دقيقه من العمر ديال البرنامج ديديكاس ليك اخويا دونك بقات لينا دقيقه واحده من الوقت ديال هذا اللايف هذا وابا المن كي داير اخويا واش مزيان الله يحفظك تنقلب عليك كتبتي شي حاجه بالعربيه سميتك انت الفنية كان صحابو فوكون الا كان صحابو فوكون وانا بغيت تقرا انا خاصك جوجل باش ترجم والله ما فهمت شي حاجه اخويا واحد كتب لك تاع مزابي انتم هادرين في الشرق وهو هادر في الغرب انا نقول للناس مزابي هو ان كاينه الحلقه غادي تحط من دابا 5 ديال الدقائق غادي ندوقوهم منا شويه وريم صونيت صونيت وين هو جا داير اكل النعسه اللي داير تميري داير دابا
باش ما نحرجوش لكم، باش ما نحرجوش انا شفت لك باش ما نحرقوش لكم الاحداث ديال الحلقه الخامسه غادي نتلاقاو بها من هنا ان شاء الله. السلسله اللي كنديرها انا واخويا المزابي، وتحيه كبيره للفنان المبدع حمزه الزهواني اللي كيشرف على الفيديوهات وكيشرف تحيه اخويا حمزه اذا الاخراج عن بعد، تحيه لاخويا حمزه والمجهودات الكبيره اللي تيديرها في كل مره. دونك هذه الحلقه الخامسه كيف ما العاده، فكل نهار كتكون عندنا نهار لا كتكون عندنا حلقه جديده انا ومزابي. مازالين بزاف ديال الاحداث ان شاء الله، كنتمنى حالي يعجبكم. تحيه لخويا الرحالي وتحيه لكاع الناس اللي كيتاندوا وتدعموا هذه السلسله هذه اللي كتصور دي مويان فريمون صغيورين وقلال بزاف. مزابي شو تقول الناس على الحلقه دي؟ خوت تحياتي ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا يلاه شاري تاع كامي ديال الدجاج واش عارجيت وجاي وكنقلب عطي مع الجاي وكنقلب على اللايف ديالك الله يحفظك. مع ال11 ديال هنا، ال11 ديال هنا هي التسعود ديالكم. كنقلب كنقول علاش ما طالعاش لي، واش بلوكي ولا كيفاه وسطاني. من بعد عاد عرفت بلي راه التسعود في المغرب وانا راه ال11. عاد انا نقول راه باقي الحال، جيت دوجت دخلت عاد انا نلقى اللايف خدام. المهم الخوت دابا ملي غيقطع المهدي اللايف راه ديريكت غيلوح الفيديو، دخلوا شوفوا واعطيو عاوتاني الراي ديالكم، كي زين كي خايب حنا غنتقبلوا، ولا حقاش نتوما هما اللي كتحكموا ماشي حنا. مزابي كيفاش غادي تصاور اللي حطيتي اليوم بياسه اخويا؟ والله ما ديالي تعمل كنسالى راسي. تصاور مزابي والبياسه دايز واحد الدرجه عندنا الصاك. اييه قلبت الصاك لقيت عنده ديك البياسات، قلت لي هادو غيليقوا لي نضرب شي حاطه بهم، قلت لي راه نتصور بهم. فضيله اخويا. مشكلة عندي ويكم صورني بايفون. والله الا موديل اخويا. اما كاين الموديل، ولكن جات معايا الحطة. حاجة أخرى، الناس اللي كيتفرجوا فينا فتنقول لكم، غنعاود نقول لكم أن غدا إن شاء الله غادي يكون معنا الإعلامي والفنان والمنشط ديال البرامج التلفزيونية يسري مراكشي، ونهار الأحد غيكون معنا المزابي هو الضيف ديال اللايف شو. إن شاء الله، شوفوا العجب. شوفوا العجب. واش اللايف المزابي؟ موجود، أنا ديما موجود، أنا حاضر. لا لا يخطيك. دونك تحية لخويا المزابي ساكن في الشارع الداخل المادي في سباته دار الوالدي. حد الدراري اللي قال حيتم كياخذ مع الدم الرايب راه كابر انا وياه بحال خو. بصح دراري مزابيين، كنا عندنا كنا في الهراوين عندنا الباب على الباب، كنا بحال عائله. مزيان اخويا. تحية لخويا الرحالي، تحية لكم كاملين، كنحبوكم رحالي خويا وتنحبوكم. شكرا لكاع الناس اللي تواكبوا معنا لي لايف ديالنا كل نهار، موعد يومي من 10 من 10 ل 11. دونك غادي نقول لكم تحيه طيبه، تحيه للجاليه المغربيه المقيمه في ايطاليا، كاملين كاع الناس اللي تيتفرجوا. خويا المزابي تحيه لك اخويا، تحيه كبيره. الله يحفظك يا خويا المهدي. خذ معاك قطع اللايف المهدي، دخلوا شوفوا الفيديو راه غيلوحوا نيشان، راكم عارفين. طيب ان شاء الله غادي نحطوا الفيديو ديال الحلقه الخامسه من نمره غلط، نتسناكم تما. تحياتي لكم والسلام عليكم. مزابي تشاو. الله يحفظك اخويا المهدي، سلمني على مالين دا. مرحبا بسلامك حبيبي، تحياتي لك. او داير لي بجوج داير هاودو. تحياتي ابا المزابي، يلاه بسلامة خويا. سلامة الله يبجوج، وراك من تما البطونة بلوكي. فلاش جوج العشية من 7 ديال الليل على إذاعة إيت راديو. برازيل غادي تتفرجوا معايا الجيم
واش صار تسنى على الاذاعات يتخرجوا وفي اللايف لايف انستغرام سيتي شو سيليكسيون ناسيونال انا لاعب اسبانيا اسبانيا وانا بالبرازيل برازيل اسبانيا مش بقى شحال نقاط شحال تفرجوا في ماتش سيروا اللايف انستغرام وتفرجوا فينا هذه الفرقه مزيانه ما عندنا ما نخرجوا شويه فرقه صحيحه فريطا مراد نخرجوا غندير اسباس اسباس ما كنعرفوش اش كاع فيكم اسباس شكون اسباس رودريغو شو اللاعب اللي الاسباني دار الكل فيهم راول مبقاش لا مبقاش انا ديما راول حبس انا في اخبارك انا هاد الفرقه البرازيل دابا اللي عندي نيمار هو اللي تنعرف صافي كاملين دابا شو الشانجمون اللي عطيني ما توجههم ما بينيش انا شو ما كاينش كاع هو وخلي تاني خرج خلي غير هذوك يلا بس مراد مراد باش ندخل مراد ولا خلي باش اسينسيو اسكو ساول تياغو بوسكيت مارتينيز راموس كارفاخال و اربا مزيان 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 مقدم الجول كاين كيبا اللي دخلنا غير دخيل دخيل لعبي في بريزيل قضيه مصيره في بريزيل ها قضيه مصيره في بريزيل والجمهور ديالك انت لينا ما تخميش الفين درهم ديالك صافي بام العائله كلها راه كتستافد هذا الحاجه الوحيده اللي مبسطاني في هذا الماتش هذا اسمحوا لي هو انه غادي نلعب بلا فليش لا فليش لا فليش زرقاء انا مولف كلب بزاف ليش حمار كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل مزيانه البرازيل الصحابية وي البرازيل صافي الله يسامح اي 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 التصفيقات تصفيقات جمهور هادشي اش كنخروق عندي انا صافي كنمشي نسير هادي لي فايل هادي شنو الكوموند مال دوك الحاجه انا نشوفو دابا شكون شنو الكوموند مال دوك اش خصنا نبقاو دوك من دور ماتش الحقيقه ما عرفتش علاش انا ناضي انت ناضي انا ناضي يلاه جيت اسيدي مرحبا يلا هاي مشات اسيدي يلاه اسيدي فرق برازيلي في وسط سيدي الماتش بدا دير لعبي في بريزي شوف كيما كيدير هاي جمهور غافير الجمهور ما عارف انه الفرقه ديالو غادي تشوه هلا ولدي نيمار انت اللي عندنا في هاد الفرقه انت اللي تنعرفوك زيد 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 لا ديفونس ما تخافش لا شو
ماركو اسنسيو اسنسيو ما بكيش بالو علي لبنان علي تخافيش يلا يلا كيكون كيكون البريزي غتشوه قدام الجمهور ديالك يلا ترى شي حاجه ما تما ماشي هي هذيك شو الجمهور كيفاش ثقل شو الجمهور كيفاش ثقل واقيلا لعبنا لعبنا بالجنيور لا 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 البيت مشوه عتاب البيت مشوه البيت هذا دور الماتش الكبار اسبانيا برازيل فينالات اي 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 سي ما ديفونس اخويا Quelle faute, monsieur l'arbitre? Non, mais monsieur l'arbitre, c'est quoi cet arbitrage? Je suis Neymar. Neymar, Neymar. Si, moi, je peux te dire, je suis là, 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 je Sir,
mais à Spass. Qu'est-ce que ça s'est dit à Spass, gros? Quel problème? Mazal, nous venons à Mazal, 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 les mauvaises fausses passes là. T'as quoi un sahbek? Khamish. Yalla Neymar, mais je n'ai pas de sidi. Ah sidi. Sir, sir, chéri. Yalla Neymar, si.
لبنان فين صوتي علي من وضع اليسار وشقى الوسط
شكرا للجميع.